على صوت هدير شلالات المحبة كان قلبي الصغير تتدفق منه سيول من سلام روحي، تروي ظمأ أرض النفوس العطشة إلى السلام، وارتمت أمام ينابيع الروح طيور ليس لها أوكار وعوالم ليس لها سند. رفعت رأسي ونظرت إلى الأمام، رأيت حبر قلمي يكتب بدم قلبي، وسمعت تنهدات الليل آتية من أعماق أبدية الحياة. كنت قريبة جدا من همس الإنسان، رأيته في صومعته تتصاعد من بين جدرانها الورقية عبق البخور ورائحة الطيب والإيمان. غمرت وجهه بمحبة كلية، ومرت ساعة طويلة ممنطقة بهمس أناملي ودفء قلبي، حتى تحول هو الإنسان إلى شاعر صامت يفكر بهمس ويكتب بنداء العواصف البرق والرعد. وكانت العاطفة سر ذاكرته، واستمر يكتب ووجهه بين أناملي يستدفئ بالمعاني، حتى احتضنته اليقظة الروحية، فكان لوجود المحبة دليل وقدرة على تفهمه للحياة وعودته لمحبة الله في نور الشمس. تمر العواصف كل يوم في حياتك أيها الإنسان، ويعود الهدوء ثانية، وهكذا بين العاصفة والهدوء ميلاد جديد للحرية والأمان. فيا حبيبي الإنسان قد بلغ الاستغراب حدود السؤال، ولكن في النهاية أهم أشياء نريدها في حياتنا السلام والعافية، لنتسامى مع أنفسنا لنصل إلى المحبة، لنرتقي إلى العلو، لنطال عمق إيماننا، ولنتواضع في معاملتنا للإنسانية، نشعر بالقناعة والاكتفاء، ونغوص في المحبة الكلية. عندئذ يا أخي الإنسان يتجدد في كل يوم من عمرك ميلاد روحك.